صباح الخير طبعا ان شاء الله اليوم عندنا هواي شغلات راح نسويها ان شاء الله فقبل كل شيء يا شباب لازم انه احنا انصفط لنا كل الاغراض مالتنا اللي احنا ما نحتاج لها بهذا الصناديق يعني احنا البارحه كتلنا كميه جدا جدا اسطوريه مال الزومبيين. فكل الحبشكلات او كل الشغلات اللي احنا محصلين خلي نخلين او نودين بهذا المكان واو شباب شوفوا كميه الفلوس اللي احنا محصلينها وشوفوا هذا الصندوق حرفيا كله مترس فلوس <applause> والله العظيم انا جدا جدا فرحان يعني شوفوا عندنا تقريبا تقريبا <applause> مئه ميتين ميتين دولار تقريبا ب 300 دقيقه شباب ايش قد 100 200 300 تقريبا نقول بال 400 دولار عندنا فوالله العظيم فتشي كلش 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 حلو اوكي فخلينا نطلع هنا هسه نشوف شنو موجود واو هذا الملعب مال كاس العالم فيفا 2022 يا شباب طبعا مع الاسف تونس غادرت والسعوديه غادرت وقطر غادرت بقت بس المغرب وان شاء الله راح تتاهل الى كاس العالم وان شاء الله الله راح تفوز بكاس العالم وان شاء الله فرصه حذف اوفر لبقيه المنتخبات هاي شنو هاي شنو يا شباب اوه يا ساتر شوفوا ما احلى البيت مال الدايموند الاسطوري اللي بيه العلامه مال البيكاكس دايموند والله العظيم كل كلش كلش جميل يا شباب شنو رايكم نروح ونشوف شنو سالفته واو شباب اكون انا شو اسمي خروف طه اوكي موت يا الخرف تعال الخرف الثاني تعال يا الخرف الثاني موت طح اوكي ضربة واحدة شباب هاي شنو كالعادة موجود اوجا موجود هنا هلا والله يا اوجا هلا والله هلا 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 شلونك ابو المور شلونك شلون شلال الصحة شنو يعني اوجا يعني انت كل يوم دا تسوي شيء جديد بالعالم مالتنا يعني البارحة انت مسوي لك حفرة طويلة لا, لا انت مو اقصد قبل البارحة اي سويت لك نفق اسطوري مال توم وجيري يعني كل يوم بدأ تطور نفسك وكل يوم بدأ تسوي بشغلات اسطورية إيه إيه طبعا اني اوغل الأسطورة كل يوم بدأ اطور نفسي يوم عن يوم اي لعبالك انت يعني اني اوغل الأسطورة اي اوه ماي جاد والله العظيم اني اتمنى انه اني اكون مثلك امير الاسطوره همينه واريد اكون اسوي لي تصاميم كلش كلش رهيبه وكلش اسطوريه ولكن ما اعرف اني اصمم اني غبي بالتصاميم ولكن اوغش شنو سالفه هذا البيوت اللي عندك ما شاء الله بيت من الخشب اوه حلو حلو هذا البيت اللي من الدايموند لا لا رائع جدا يا اوجا رائع رائع طيب انا اريد اشتري لي هذا البيت الدايموند بيش سعره اوجا بيش طبعا سعر البيت الدايموند 5000 دولار شنو 5000 دولار يا ساتر شنو 5000 دولار من وين راح اجيب لك يان خمسة 5000 دولار شو اللي علاقه بك خالي اذا انت تريد تشتري الغالي يعني لازم تدفع هواي فلوس اي طيب طيب بما هذا البيت الدايموند غالي طيب بيش سعر هذا البيت الخشبي على الاقل مال الشافر الخشبيه طبعا هذا سعره بكل اختصار 600 دولار اي اي عندي 600 دولار شباب كلش حلو اوكي دقيقه شباب لازم انه احنا نجيب لنا الفلوس مالتنا اوكي 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 عندنا هنا 60 دولار زائد 60 120 وهذني 240 وهذني نضيف لهن او ماي جاد ماي لك شنو هو يا شباب يحتاج لنا قلم الحاسبه حتى نقدر نحسب ايش قد عندنا فلوس يعني 120 240 اي آه اي 240 و60 240 و60 ايش قد يا شباب اي 300 320 300 اي 320 تقريبا 330 دولار شنو 330 دولار احنا بس عندنا وهذا اوجا يقول 500 دولار مدرسه 100 دولار هذا البيت اوجا اوجا ها ها شكو شكو شنو تريد خالي شنو تريد؟ ايش آه قد قلت لي ايش قد قلت لي هذا آه البيت الخشبي؟ خلاص يا اخي ادفع لي حتى آه آه 400 دولار ومبروك عليك هذا البيت الخشبي. آه آه اوقا اوقا والله العظيم اني ناقصني شوي عندي 120 زائد 120 ايش قد اذني؟ اذني آه 240 طيب واذا انضيف لنا بعد 60 هذا آه صار 300 وبعد اذا انضيف لنا 20 و10 دولارات يصير تقريبا 350 دولار ولكن ناقصون 50 دولار ثانيات او ماي جاد من راح اجيب لك 50 دولار يا اوغا او ماي جاد شباب والله العظيم ما اعرف شنو لازم جت فكرة شباب طبعا الانفلايه جدا جدا غاليه وكل الناس تدور عليها دقيقه شباب خلينا نجيب لنا البكاكس مالتني ونجيب لنا شوي خشب اي آه اي آه اي آه الخشب مالتي وين شباب الخشب مالتي وين لا لا تقولوا لي الخشب كله خلاص او ماي جاد اوه ماي جاد يا شباب حرفيا كل الخشب خلاص فاذا على الوضعيه راح نفلش لنا صندوق من, حي... من ناني طيب دقيقه شباب راح نبيع لنا هاي الانفلاي ب 50 دولار الاوجا وان شاء الله انه هو يقبل انه هو راح يشتريها اوكي اوجا يا اوجا يا اوجا ها ها شكو شنو ادري شنو السالفه اوجا شنو رايك انطيك هسه آه آه هذني ال 300 دولار او ما ادري 350 دولار اللي انت الياني قلت لك عليهم وفوقها راح انطيك انفلاي <applause> طنج أو يا ساتر انفلاية كلش حلو كلش انا ده ادور على الانفل لان والله هاي الايام صارت الانفلاية جدا جدا نادرة خلص عطني اياها ومبروك عليك هذا البيت الخشبي صار حرفيا كله لك ومدى الحياة اوكي اوه الله يعطيك العافيه يا اوجا الله يعطيك العافيه والله شكرا لك حرفيا ما توقعت انه اوجا راح يبيع لنا هذا البيت وبسعر جدا جدا حلو اوكي أه. تريد ان نقل لك هذا الصندوق وين تريدني اخليه والله خالي اخليه حتى هنا يمي ماكو اي مشكله اوكي خلاص هذا موجود هنا يعني. يلا شباب هسا خلينا ندخل البيت مالتنا اول مره ونشوف شنو موجود ولكن لا لا خلي نخليها مفاجاه الباكر الصبح احنا اليوم بما صار الدنيا ليل راح ارجع لبيتي انام ببيتي هذا البيت مال الفقرة وإن شاء الله باكر الصبح راح ننتقل إلى البيت مالتنا لا زين عندنا خشب هنا نطلع شباب أوكي راح ننقل لنا كل لا خلينا الأسرة شباب ما حاجة إنه إحنا ناخذ لنا أي شيء من هذا المكان لأن يجوز بالمستقبل راح نرجع له مرة ثانية مثل ما رجعنا له ذاك اليوم يعني قبل كنا نشتري هواي بيوت وكان عندنا هواي بيوت وبعد من فلسنا وما صار عندنا فلوس رجعنا لهذا البيت فهذا البيت الصراحة كلش كلش عزيز على قلبي وجدا أحبه فخلينا ناخذ لنا الأيرونات هنا نبكال هنا, نبكال هنا نبكال ناخذ بس الشغلات يعني تكون الحلوه يلا ماكو مشكله باكر الصبح راح نشوف شنو راح ناخذ شنو ما راح ناخذ يلا تصبحون على مليون تريليون خير اي صباح الخير واخيرا اجى الصبح طبعا اني ان شاء الله اليوم راح اروح لوين راح اروح ان شاء الله الى صديقي أوجا ليش او ماي جاد نسيت الفلوس اه اصلا انا عطيت البارحه فلوس اي سلام عليكم أوجا هاي اي اهلا وسهلا شلونك خالي شلون صحتك والله الحمد لله وشكر على كل حال، يلا خالي أنا اليوم مستعد حتى آخذ هذا البيت مالتي اللي أنا اشتريته البارحة. إيه, إيه أكيد أكيد تقدر تاخذ هذا البيت صار إلك، ولكن انتبه البارحة اجوا لهذا المكان هواي هواي عناكب، يعني أنت لازم تنتبه إيه. خلاص عمو الله يستر راح أروح وإن شاء الله الله يسترنا أوكي. خلاص يلا يلا روح والله وياك تمام. خلاص الله يعطيك العافيه يلا شباب جاهزين حتى احنا نروح وندخل لهذا البيت مال الخشب اللي بي هاي الصوره مال الشغل يعني هذا حرفيا بيت الشغل يعني يجوز انه احنا راح نلاقينا شغل جدا جدا كبيره يلا بسم الله الرحمن الرحيم خلي نروح ونكتشف شنو راح نلاقي اوكي يلا ثلاثه اثنين واحد اوه يا ساتر هاي شنو موجوده هنا هاي شنو شباب اوه ماي جاد هذا كله كوبويب هذا كله شباك مال عنكبوت يا ساتر او ماي جاد بس اذا دا تلاحظون هنا أنا اكو صندوق واو 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 اكو صندوق كلش كلش حلو دقيقة خلي انفلش هنا هاي الكمية مال الكوبويب حرفيا شباب كمية مال جدا جدا غريبة يا اخي كمية جدا جدا كثيرة شباب كثير كثير كبوب موجود بهذا المكان يا شباب يلا عادي عادي خلي هذا كله نكمل نفلش بهاي الطريقة وان شاء الله ان شاء الله راح يشوف شنو موجود داخل ذاك الصندوق الغريب العجيب اللي موجود داخل هذا البيت لك شنو هاي الكمية مال العنكبوت يا شباب حرفيا أول مرة أشوف له هيجي كمية كبيرة مال العنكبوت يلا يلا خلينا نكمل نفلش أي آه هذا الصندوق شباب أوكي راح نفتح لنا هذا الصندوق أول ما إحنا نفلش كل هاي الكمية مال العنكبوت أوكي فيلا يلا هسه خلي كل هذا نفلشه او ماي جاد والله زين كان عندنا سيف او والله العظيم تورطنا يلا بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب جاهزين حتى فتحنا هذا الصندوق بعد ثلاثه اثنين واحد اوكي او ماي جاد شغلات بسيطة عندنا تورتشايات زين الهام زين عندنا تورتشايات على الأقل نقدر إنه إحنا عن إن شوي البيت مالتنا طيب آه شنو بعد عندنا أي سريريان يعني جميل جميل راح خلينا السرير الأول هنا السرير الثاني هنا صندوق ثاني حلو خلى بهذا المكان الكرافتنج تيبل خلى بهذا المكان آه كولدرن وبكت ماي يعني هذا راح آه نشرب لنا هنا الماي كلش تمام أو آه زين عندنا قزاز شباب يعني إحنا نقدر نسوي لنا شبابيك أو نوافذ اي نقدر 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 شباب فخلاص راح نسوي لنا نوافذ بهذا المكان حتى شنو حتى يكون عندنا المكان مضيء وافضل اوكي نفس الشيء راح نسوي الحركه بهذا المكان هم شباب وراح نسوي لنا شباك او نافذه زينه مطلع على البحر لان الصراحه البيت مالتي الموقع مالته جدا اسطوري لان دا يطل على البحر كلش كلش تمام يا شباب اوكي والله العظيم فتشي من اروع ما يكون حرفيا بيت جدا جدا جميل طبعا هذا بيت الشغل الاسطوري تمام يلا بس شنو راح اسوي راح ابقى اتامل أه البحيره الاسطوريه الخرافيه شوفوا لنا بلكت اذا لقينا سمشاية او أه حوت او ما اعرف انا يلا خلينا ننتظر هناني او ماي جاد والله البحر جدا اسطوري هاي شنو كانه صارت الدنيا ليل لا يا شباب صارت الدنيا ليل حرفيا او ماي جاد ما جايباني وياي اكل هم زين جايب وياي اكل ولكن هذا الاكل ما مستوي يلا سريع لازم هسه اروح البيت مالتي على السريع نجيب لنا هسه فرن ثواني دقيقة شباب لازم انه احنا جدا ننتبه اوكي او او وين البيت مالتي ايه لقيناه حلو هسه خلينا ندخل البيت مالتني نجيب لنا على الاقل فرن شباب حرامات ما يكون عندنا فرن دقيقة نجيب لنا هذا الفرن فرنين فرنين كلش تمام اوكي اه شنو بعد نحتاج لنا والله شباب راح ناخذ لنا شوي فلوس فلوس ويانا على الاقل شوي سنتايات طبعا هذني 25 سنت يعني العشر حبات بيهن تقريبا اه ما ادري ايش قد من اعتقد دولارين ونص اي اي اي, اي والله ما ادري لا لا هم الخمس حبات دولار يعني دولارين هذني كلهم دولارين يعني كل عشر حبات بدولارين جدا جدا زين اوكي عندنا سلاح هنا حلو حلو لا شغلات اسطوريه موجوده دريل هم عندنا كلش تمام شباب يلا احنا جينا على مود الفرن فخلينا ناخذ لنا بس الفرن وننقلع من هذا المكان ولازم نفلت ونرجع للبيت مالتنا على السريع يا شباب والولول قبل يجون الوحوش شباب على طول النوم على طول النوم كلش تمام الحمد لله وشكرا لك يلا احنا نمنا كلش كلش زين. اوكي يلا خلي هاي شنو؟ او ماي جاد يا شباب كالعادة نفس ما صار لنا البارحة قبل ان نشتري نحن البيت او بعد ما اشترينا البيت. او ماي جاد شنو السالفة يا شباب؟ شنو مشكلة هذا البيت؟ كل يوم طلع لنا كبوه بكل مكان. حرفيا نورطة هاي والله العظيم ما احباني أني بيتي كل كله كله شو اسمه كبوه لا 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 شباب والله العظيم اني جدا جدا حزين، يعني يعني ليش هيك حظي شباب؟ يعني بيتي حرامات يكون هيك كله كبواب وكله كله خيوط مال عنكبوت مال فقره شباب بس شلون الورطه هاي والله العظيم ما اعرف شنو لازم اسوي والله العظيم لازم انتقل من هذا البيت طفشت من عند هذا البيت ما اريده والله ما اريده والله ما اريده لازم اشوف لي طريقه اي اي موت موت اي شنو العنكبوت؟ اي اي هذا العنكبوت هذا العنكبوت اللي أجي البارحه وخلى بيتك كله عنكبوت يا اوجا والله العظيم طفشت من هذا البيت هذا البيت كل يوم ده يصير بي عنكبوت البيت مال الشفل اريد اشتري لي هذا البيت مال بيكاكس باي طريقه كانت ارجوك يا اوجا اي ولكن هذا البيت جدا جدا غالي لازم انه انت تجيب لي 5000 دولار اي لا عبالك انت شغله بسيطه اي 5000 دولار منين راح اجيب لك يعني يا اوجا طيب انا اقدر اساعدك بشيء انه انا اقدر انطيك خشب وفنسايات وانت تقدر تعرض شغلاتك او تقدر تعرض آآ آآ اي شيء انت تريده للبيع لان والله عظيم راح يشترون الناس اوكي خلاص يا اوجا والله فكره اسطوريه راح اعرض كل الشغلات مالتي موجوده عندي بيت القديم كلهن للبيع يلا انت راح تساعدني شلون راح تساعدني راح اعطيك ايتمات فارمايات وفنسايات وخشبيات يعني انا راح اخليك بكل اختصار تسوي لك المحل مال سوق الخردة اوكي اوه محل سوق الخردة شنو اوغا ش... شنو هذي اي اي مثل ما قلت لك يا ابو بس تجرب وراح تشوف ولازم انه انت تبيع كل شيء بسعر غالي حتى شنو حتى كل الناس تشتري اي خلاص يا أوجا قبلت يلا هسه انت انطيني الشغلات واني راح اتوكل وان شاء الله ان شاء الله راح ابيع كل الشغلات وكل الموارد اللي عندي اوكي خلاص يلا ماكو مشكله سوي اللي سوي اللي انا قلت لك عليه وان شاء الله ان شاء الله راح تبيع كل شيء راح تحصل لك هواي فلوس تمام خلاص الله يعطيك العافيه يا اوجا يلا تفضل تفضل افتح هذا الصندوق تمام اوكي شكرا لك يا اوجا اوكي هذاني الكميه مال ايتم فارمز خلاص اوجا رح نعطيك شوي فنسيات هذني طلعن تقريبا بالمئة دولار اوكي خلاص الله يعطيك العافيه ابو المر الله يعطيك العافيه تمام يا شباب يلا هسه راح نسوي لنا محل مال سوق الخردة ولكن وين راح نسوي لازم يكون مكان هيك يكون قريب على الناس شباب لازم يكون مكان استراتيجي شنو رايكم بهذا المكان شباب اي هذا المكان راح يكون جدا جدا اسطوري فخلي احنا هسه اول مره نخلينا نحللنا استاك خلينا به هذا استكات وراح نسوي كميه كلش كلش زينه مال شنو مال فنسايات هاي لك وين الفنسايات لك شنو هاي اي 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 شباب او ماي جاد راح نسوي لنا كميه كلش اسطوريه مال فنسايات واني ما اريد اخسر هواي اه فلوس فراح نجيب لنا كميه بسيطه اعتقد كلش كافيه فراح نجيب لنا حبه من هنا حتى نقدر ندخل ويلا شباب راح نسوي لنا سوق الخرده ان شاء الله بهذا المكان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اوكي المساحه 12 ب 12 ان شاء الله اوكي

او ماي جاد والله ما اعرف شلون راح يصير هذا سوق الخرده يا شباب بس يلا عادي 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 اوكي ماكو مشكله هسه راح نسوي الباب اوكي هذا الباب راح يكون جدا جميل جدا مناسب هسه هذا الدخول اي مره بدنا ناخذ احنا اوكي هذا المكان الدخول مال سوق الخرده ويلا هسه راح نعرض لنا الشغلات مثلا راح نخلينا الشغلات آه لازم نسوي زي الجدار شباب اي بالضبط فخليني نبتعد شويتين يعني ليش هيك راح يكون المكان فخلاص من أنا كلش كلش حلو وهذا كله راح نسويه بهاي الطريقه حتى يكون عندنا مكان جميل للعرض الشغلات الاسطوريه بسوق الخرده او ماي جاد شباب حرفيا سوق الخرده الاسم مالته جدا جدا يضحك ولكن شو تسوي شباب اهم شيء انه اني لازم ابيع لي كل شيء هنا حتى شنو حتى استرزق وحتى يصير عندي هواي هواي فلوس اوكي فماكو مشكله راح نسوي الجدار يكون على الاقل شوي كبير ليش حتى شنو حتى نقدر نعرض لنا كل شيء آه آه كل شيء احنا نريده بهذا المكان اوكي بس ما اعتقد شباب انه اللي عندنا راح يكفن او هذني الايتمات فرمايات راح يكفن ولكن ما, 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 ندري احنا خلي نجرب بس نخلين هيك بالطريقه هاي آه آه بهاي الطريقه ونشوف اذا احنا راح يكفن او لا بس اذا ما راح يكفن راح نروح نروح الاوجا شباب نقول له بعد احنا نريد بعد اكثر ايتمات فرمايات وان شاء الله راح ينطينا اوكي فما اعتقد اذا راح يكفن او لا ما ندري احنا شباب اي ما كفن شباب مثل ما توقعت فرح نرجع لأوجا بطريقه جدا جدا بسيطه ونقول اي هذا ما كان موجود هنا اوجا هاي اوجا اريد بعد شوي ايتمات فرمايات ابشر خالي ابشر افتح الصندوق واخذ كل ايتمات فرمايات اللي عندي الله يعطيك العافيه يا اوجا اوكي ماكو مشكله استاك الله يعطيك العافيه كفو كفو حصلنا شباب حصلنا بعد ستاك ايتم فرمايات ونكمل نشتغل بالسوق الخردة شباب وان شاء الله كلش uh, كل, uh, كل شيء راح يضبط وان شاء الله كل شيء راح uh, 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 كل شيء راح نبيع كل الشغلات اللي احنا موجودات عندنا راح نبيعهم بهذا السوق اوكي بس uh, طيب بهذا السوق شوفوا شنو راح ابيع شباب راح ابيع لي ايتم فرمايات راح ابيع لي خشبايات راح ابيع لي حتى فنسايات شباب راح ابيع أي شنو صار؟ والله ما ادري اعرف تخيلوا شباب حتى في كل كل, كل راح ابيع اوكي في باكيتات كل شيء راح ابيع اوكي دقيقه شباب باكيتات شنو بعد فحم استكات اسلحه كل الشغلات اللي عندي راح ابيعها فحم هذا خيط مال عنكبوت افران استكات سلا اسلحه واندايات درلات صوفايات لحم غير مطبوخ تفاح <applause> فلوس رح ابيع فلوس شباب تخيلوا كل شي رح ابيع تورتشايات <applause> راح ابيع هذاني الادوات مالتي بسعر جدا زين اوكي شنو ابيع بعد قزاز اي اي قزاز ايرونات جدا حلو شنو بعد عندنا بهذا المكان شنو عندنا بعد بهذا المكان ايه هيك كلش كافي اعتقد هسه كل الشغلات اللي احنا نريد نبيعهم خلاص كل شيء تمام فدقيقه شباب لازم انه احنا نسوينا هيك مكان المكان هذا اللي راح ناخذ احنا منه الفلوس او ناخذ من خلاله الفلوس فان شاء الله راح يكون المكان موجود بهذا المكان فراح يسوي صندوق وراح نسوي لنا علامه راح نكتب لنا بهاي العلامه كل شيء ب دولارات يعني شاكو اشي راح يبيع لازم اخذ عليه عشر دولارات باي طريقه كانت فراح يسوينا نفس علامة بأي طريقة أي بهاي الطريقة كلش تمام نخليها بهذا المكان فوق الكرافتنج تيبل وراح نكتب أي شيء أي شيء بشنو بخمس دولارات شباب يعني كل شيء بخمس بخمس دولارات يعني راح نبيع أي شيء شباب لازم نحصل لنا خمسة آلاف دولار بأي طريقة كانت أوكي فيلا هسه شباب راح ارجع اروح لبيتي مره ثانيه واشوف شنو شغلات الخرده اللي عندي واللي اني اقدر ابيعهم اوكي؟ زين عندنا والله شغلات كلش اسطورية شباب عندنا اكل جزر لحم مطبوخ والله شغلات ريد ستون عندنا زين يعني شغلات حرفيا صوفيات على شنو على الجلد على عظم سكيلتون على الديرت على ستون على صوف اصفر لا لا شباب حتى سرير ابيض عندنا شباب حتى السرير هذا الاحمر شو يسوي هنا شباب خلينا ناخذ نبيعه والله كل شيء نبيعه شباب كل شيء ابيعه هني يعني كل شيء أوكي <applause> 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 شنو بعد نقدر نبيع شنو نقدر نبيع خلاص أعتقد ديش شغلات كافية ألفايتر زيان زيان أبواب حلو حلو شباب أه شنو بعد سلاح ثاني كلش تمام أه شنو نبيع بعد زيادة نبيع خلاص راح الشفل الشافل لنا الهاي الاداه مال الحراث او مال الزراعه يلا هسه اعتقد كل شيء اه تمام اوكي دقيقه شباب لازم نخلينا كل شيء ينباع لان هسه راح تصير الدنيا ليل وراح نتورط اوكي دقيقه شباب لازم انه احنا نسوينا بعد صندوقين زياده او نسوينا ثلاث صناديق ليش حتى نخلينا صندوق للبيع كل شيء نبيع احنا كل شيء اوكي خلينا صندوق للبيع وهذا الصندوق راح نخليه للشغلات دقيقة هذا المكان للشغلات اللي احنا راح نعرضهم للبيع اوكي خلي خلينا بعد سرير موجود بهذا المكان حبة ديرت، صوفيات بهاي الطريقة بكل انواعها كل انواع مال الصوف نقدر احنا نبيعها جلد شنو شكو بعد اي هاي الميني جان كلش تمام شنو بعد عندنا شنو بعد عندنا اي هاي الشافل وهاي والجلد وشكو بعد واللحم المطبوخ والريد ستون لا 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 الصراحة شباب شغلات كلش اسطورية بهذا السوق الخردة شباب حرفيا راح ابواب شباب طيب, طيب عندنا هواي ابواب فهذا كله راح انترس ابواب بهاي الطريقة وهذا كل شيء راح نخله بهذا المكان واللي راح يجي يشتري يريد ياخذ كميه يجي ياخذ مننا يعني. فخلص فخلاص احنا شباب اعتقد هسه خلصنا كل شيء راح ناخذ بس الاكل حتى احنا ما نموت من الجوع بس يحتاج لي اخذ اكل يلا كلش كافي راح ناخذ لنا جزر يلا على السريع خلينا نرجع للبيت مالتنا نروح ننام لا ما اريد اروح البيت مال الكوب راح ارجع لهذا البيت القديم احسن شباب افضل اوكي ناكل لا لا, لا خلينا لحم شباب يعني انا كلش كلش جوعان هسه اوكي ناكل لنا لحم ويلا هسه نقول تصبحون على مليون تريليون خير كلش كلش حلو اوكي اي صباح الخير وأخير الصبح يلا شباب حلوين هسه انا كلش متحمس حتى اروح اليوم لسوق الخرده ونشوف اذا احنا راح نبيعنا شغلات او لا أو اذا احنا بعنا شغلات او لا فيلا في بسم الله الرحمن الرحيم خلي نروح ونكتشف ويا بعض ونشوف اذا انه احنا بعنا او لا او ماي جاد يا شباب حرفيا ما باقي ولا شيء موجود بهذا المكان شباب حرفيا السوق كامل كله خلصان واو كل الابواب انباعوا كل الشغلات انباعوا كل حتى دروع مالتنا دايما كلنا نباع والله العظيم انا اليوم جدا جدا فرحان ويلا انا جدا جاهز حتى افتح اريد افتح هذا الصندوق ونشوف شك داخله هل انه احنا ربح ربحنا ام خسرنا فيلا بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نفتح هذا الصندوق صندوق بعد خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد وليتس جو اوه ماي جاد يا شباب لك شنو هاي استاك اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة خمس عشر ثمانية ست عشر أو ماي جاد شباب شنو هاي فلوس فلوس كرف 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 اوه ماي جاد هلا والله هلا والله أوجا 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 هلا هلا شلونك شلونك أوجا شوف شنو حصلت لي ألف دولار 2400 دولار 3000 دولار والله تقريبا هسه حصل لي أني بالعشرين ألف دولار ايه مو قلت لك لان هاي فكرتي وقلت لك اذا راح تنجح فكرتي انا راح اعطيك هذا البيت مال البكاكس الدايموند الاسطوري ولكن بمقابل انت لازم تنطيني كل الفلوس اللي انت محصلن اي لا عبالك انت اكيد اكيد راح اعطيك كل الفلوس اللي انا محصلني أوكي. اتفضل تفضل مبروكات عليك او شوفوا حتى الانفنتوري يقبط دقيقه راح اجيب لك بعد هذا الصندوق الثاني وراح اخليك تاخذ كل شيء اوكي والله انت اسطوره الفكره ماتك جدا اسطوريه مال سوق الخرده يا اوجا خلاص 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 اذا على هاي الوضعية <تصفيق> <تصفيق> انت تقدر هذا البيت الدايموند رح يصير لك مد الحياة اوكي خلاص الله يعطيك العافية يلا بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب خلنا ندخل الى بيت الدايموند هاي 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 اوكي شنو السالفة ليش ما دايم ينفتح الباب لان مع الاسف انا ما اقدر انطيك المفتاح رح اقدر انطيك المفتاح بس بمقابل آه اخير بمقابل آه وحيد اوكي شنو هذا المقابل يا اوغا المقابل بكل اختصار لازم اسك المتابعين يضغطوا لايك ويشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات حتى انا اقدر انطيك هذا شنو هذا المفتاح ايه طيب شباب بنات ارجوكم اذا تحبون اوجا ينطينا المفتاح مال هذا البيت مال الدايمد مال البيكاكس دايمد اريدكم هسه كلكم تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات ارجوكم يا شباب وبنات ارجوكم لايك واشتراك ايه, إيه أريد هذا المقطع يوصل الى 10000 لايك اوكي همينا يا شباب وصلوا هذا المقطع الى 10000 لايك يعني اذا كل واحد يضغط له لايك راح يوصل هذا المقطع على السريع الى 10000 لايك تمام خلاص يلا اتفضل افتح هذا الصندوق واخذ المفتاح اوكي او المفتاح هي كلمه سر اللي هي يما قوي واي باي ديزاو اوكي خلاص يلا ماكو مشكلة خلنا نحكي يما قوي واي باي ديزاو زاو أوه ماي جاد شباب فتح فتح البيات فتح هذا الباب شباب مال بيت الدايموند ويلا بسم الله الرحمن الرحيم خلي انفتح اول مره هذا الصندوق ونشوف شكو داخله بعد خمسه اربعه ثلاثه اثنين واحد ليتس جو اوه ماي جاد شباب اوه ماي جاد هذا الصندوق بي عباره عن 38 بلوك دايموند وعباره عن حبتين بيكن واربعه افران دايموند وست صناديق دايموند واربعه هذول الدروع مال الارمر هارس او مال الاحصنه لا زين 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 اوكي يعني هسه نقدر انه احنا نخلينا اضاءة اوه عندنا بس حبتين اوه والله ما اعرف انا هيك شيء انا عندي بس حبتين يلا عادي ماكو اي مشكلة فراح نخلينا حبة هنا وحبة هنا يعني ما حاجة انه نحتاج لنا كلش تمام يلا هسه خلينا فتحنا الصندوق الثاني بعد ثلاثة اثنين واحد اوه يا ساتر دقيقة يعني بهذا الصندوق لقينا 38 بلوك الدايموند وبهذا الصندوق لقينا ستاك و34 بلوك دايمود يعني كلن يصير استكن و8 بلوكات دايمود وعندنا بهذا المكان سريرين يعني سرير راح يجيب هذا المكان وسرير راح يجيب هذا المكان كلش كلش زين واربع حبات كرافتنج تيبل يعني كرافتنج تيبل هناني وكرا... لا هذا المكان مو زين الكرافتنج تيبل يلا عادي خليني ويا بعض وهواي هنا خشبايات لا 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 حلو يا شباب حرفيا انا اليوم صرت بعبر هذا كل الكميه مال البلوكات يعني تخيلوا اذا حللن شباب حرفين هذا اذا نحلل البلوكات مال الدايموند راح يطلع عندنا كميه كلش كلش كثيره مال الدايموند واو 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 شوفوا استكاد شباب حرفين استكاد كلش كلش كثيره فوالله العظيم اني شباب اليوم صرت اسعد انسان بالعالم